مساء الخير بحلقة جديدة من توقعات جديدة لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف عبر قناة ليلى عبد اللطيف الرسمية على يوتيوب. صار لها كتير ما طلعت، صار لها كتير ما طلت عليكم من خلال القناة الرسمية الخاصة فيها. مساء الخير ليلى، اشتقنا لك، وال إذا بدك الجمهور عبر الإنترنت اشتاق لك للطلة، وخاصة من بعد فترة غياب. فترة الغياب كانت معظمها على التلفزيونات، مشان هيك ما طلعت. بسم الله عليك، طلعتي عبر قناة مصر، أكثر من قناة بمصر وأكثر من حلقة. نعم. من حلقات. هلا إجمالاً عم بكون أكثر لشهرة ليلى عبد اللطيف، مش كتوقعات عن ليلى عبد اللطيف. والله هيدا الشيء بيسعدك الشهرة أكثر من التوقعات؟ هو بيسعدني، إنه الشرف كبير إني طلعت على الإم بي سي مصر، وطلعت مع الإعلامية بسمة وهبي، فشرف كتير كان كبير لإلي، ومع عدة إعلاميين كبار. إعلاميين، نعم، منشان هيك بعدت شوي عن قناة اليوتيوب، بس هلا رجعنا. رح ارجع اذكر، قناة ليلى عبد اللطيف الرسمية على يوتيوب هي القناة الوحيدة اللي فيكم تتابعوها، واصلا نسبة المشاهدة مبينة، بتعرفوا ما بتضيعوا، بس حطوا ليلى عبد اللطيف. ليلى، اكيد توقعات جديدة بحضرتيها. اول شيء او بدي اقول لك، انا شخصيا اشتقت لك كثير، واشتقت انه طل معك من خلال توقعات جديدة. محضرتي لنا قصص اليوم مهمة؟ محضرة هيك كم توقع، لانه قلنا زمان ما طلعنا مثل ما قلت. هلا اول شيء بدي اقول لك، بنشوف مقدم كبير لاحد الرؤساء بهز العالم رجاء بسبب حدث مؤسف، وكل الشاشات ووسائل الاعلام العالميه بتنقل مشاهد واحداث هذا المقدم الكبير لاحد الرؤساء يلي بهز العالم او بهز عدة دول. نعم. ان كان عربيه او اجنبيه. بنشوف رجاء عمليه كوموندوس مثل الأفلام، خطيرة ومنظمة، بتطال أحد المصارف العالمية المهمة، وسنرى من خلاله وقوع عدد من القتلى للأسف والجرحى من داخل وخارج هذا المصرف. وسائل الإعلام تنقل المشهد والخبر، ومكان تواجد مدير هذا المصرف نشوفه مجهول، ولا استبعد حصول عملية احتجاز لبعض الرهائن. يعني مثل مافيا ليلى، فينا نقول يعني عصابة مافيا مركبة، يعني عملية مخططة للاستيلاء على أحد المصارف. المرحلة المقبلة منشوف سوريا الشقيقة، هي حتكون مرحلة الانفراجات ورفع العقوبات الأمريكية والغربية عن سوريا، وستشهد سوريا نهضة اقتصادية مهمة تؤدي إلى ارتفاع وتحسين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار. يعني من بعد فترة معاناة ليلى بسوريا، فين نقول إنه الوضع رح يكون بحالة تحسن؟ أكيد. ورفع العقوبات. نعم. منشوف ثورة بركانية خطيرة ومخيفة سنراها على وسائل الإعلام خلال المرحلة القادمة، وفورة هذا البركان بتهدد بعض دول العالم رجاء، وبتسبب احتراق مسافات شاسعة من أراضي هذه الدول، وموت وفقدان للأسف وتشريد الألف من البشر. هلا 25-26 العلم عند الله. قبل ليلى، قبل الله يحمي، مثل ما دائما بتقولي ليلى، بس قبل ما نكفي التوقعات بدي اقول للكل انه ليلى عبد اللطيف موجوده، هيني موجود معها، طلع مثل خبريه انه ليلى عبد اللطيف مخطوفه، فاكبر دليل ومنأكد من خلال اكيد قناه ليلى عبد اللطيف الرسميه على يوتيوب انه نحن موجودين وموجوده بينات صوت وصوره انك موجوده. ليك هذا دليل الحقد والحسد والحقد. وكل واحد بيتمنى اصلا رجع لانسان اذا بيقول عنه انخطف او انقتل. بتعرف انه رب العالمين بيدير هالشيء عليه هو، يعني اتذكار ما بترجع له القصص. بعتقد اللي قالوا الخبر هو يعني بفتكر جايين الدور لهم مش لالي. الله يستركم. منكفي اكيد مع سيد التوقعات ليلى عبد اللطيف، تفضلي. سنشهد اكثر من عمليه سطو، قد تطال عدد من المصارف الكبيرة والصغيرة، وصرخة الناس ستؤدي إلى حالة من الصدمة والذهول، ولكن للأسف هذه الصرخة لن تكون قادرة على استرجاع هذه الأموال. نعم. التكنولوجيا رجاء العالمية بتدخل دائرة الخطر الكبير،
بتكون على خطوط بعض الأضرار والتعطيل بسبب حدث مؤسف، وأرى أن هذا الخطر لن يكون بعيد عن بعض ممكن الأقمار الصناعية أو غيرها، ولا عن مصانع التكنولوجيا الحديثة بالعالم للأسف. يعني لا بتقصدي انه الشيء يعني حتى نحن التكنولوجيا حتى نحن اللي بنستعملهم كالسوشيال ميديا ك او الشركات؟ لا ما بعرف. نعم شيء بخص التكنولوجيا عالميا. عالميا نعم. ستشهد بورصة اسعار النفط والطاقة ارتفاعا غير مسبوق في الاسعار، وهو ارتفاع جنوني وصادم، وذلك خلال المراحل المقبلة. كما ستشهد بورصة الذهب والفضة المزيد من الارتفاع بالأسعار، وقد يسجل سعر أونصة الذهب أرقاما صادمة خلال الأشهر القادمة. أرى عم نحكي هلأ عن إيران. أرى أن الهجمة الإعلامية الشرسة أو التهديد بالحرب ضد إيران لن تنجح في تحقيق أهدافها، ولن يستطيعوا هزيمة إيران أبدا. ومن هنا أرى أن التغيير القادم في الداخل الإيراني سيؤدي إلى خدمة الإيرانيين أولا، وستكون العقوبات المفروضة على إيران قد أصبحت في طريقها إلى الحل. يعني شوي يعني مشبه سوريا إذا بدك فينا نقول. لا هلا بيصير أنا قلت بالسابق قبل إنه تبادل بين العدو الإسرائيلي وإيران ضربات وصارت. نعم. ممكن حتى لو صارت بالمرحلة المقبلة الجاية أو المقبلة رجاء، بس ما لن ينالوا من إيران ولا غير إيران بالدول العربية. نعم. أرى أنه لا خوف من حرب مذهبية، لأنه كتير بيسألوني السؤال بين إنه لا سمح الله إخواننا الشيعة أو السنة يصير في حرب بيناتهم، أو أرى أنه لا خوف من حرب مذهبية في أي دولة تجمع الطائفتين الكريمتين، طائفتين الكريمتين السنة والشيعة، وخاصة في العراق وسوريا ولبنان، فهذه الطوائف أصبحت واعية لكل المحاولات التي ينفذها الأعداء وبالأخص العدو الإسرائيلي لإشعال الفتنة المذهبية بين المسلمين. فهذه الفتنة لن تحصل رجاء ولن تنجح، حتى لو سمعنا أو رأينا بعض الإشكالات المتفرقة والتي يقوم بها بعض العملاء خدمة للأعداء، لكن ما رح يصير بإذن الله. نعم. هذه الحرب الصراع الخطير القادم على المنطقة، والذي قد يؤدي إلى حصول استنفار أو مواجهات عسكرية محتملة حول العالم، سيكون الصراع على الطاقة والمياه، وستبدأ ملامح أو بوادر هذا الصراع بالظهور للعلن مع بدايات 25 أو 26. في هذا التوقع أحذر الأشقاء في أغلب الدول العربية بعدم هدر المياه وضرورة تخزين مياه الشرب في الآبار والأماكن المخصصة لها من أجل حماية الشعوب من أزمة نقص حادة في مياه الشرب خلال السنوات القادمة. سنسمع ونشاهد عن انهيار بعض الحضارات في دول أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية، وذلك بسبب حصول كوارث طبيعية قاسية قد تكون ونراها لأول مرة في تاريخ البشرية، خصوصا بال 25-26. ليلى، بس قبل ما تكفي توقعات، لو بدي أطشك شغلي، بعرف أنه أنت لا بهمك لا الأبراج لا من قريب ولا من بعيد ولا الترو ولا الفنجان ولا كل هالقصص، بس برضو لهلا بعدنا منشوف، مع أنه كل مرة منذكر منشوف أنه توقعات أو منشوف أبراج باسم ليلى عبد اللطيف. نعم. فهذا الموضوع أمتى رح تخلصي منه؟ يعني كل ما فوت على تكتب أو أي موقع بشوف وحدة عم تحكي أو وحدة عم تحكي باسمي أنه أنا شو عم بقول عن الأبراج، هيدا مش مزبوط وكذب وفيك لا ياخذوا نسمة مشاهدة ولا يقبضوا على هالشي، لأنه أنا بحياتي ما بكتب لا أبراج ولا بقول أبراج ولا بشوف فنجان، يعني هو لا من قريب وأنا بعيد ما بتحبيهم. يعني أنا بحذركم إنه هيدي كلها المواقع كلها ياتها مزورة باسم ليلى عبد اللطيف للأبراج. أنا بس بدي أقول شغلة، القراءة الخاصة مع ليلى عبد اللطيف في رقم واحد طبعا هو للتواصل، بكون مع مكتب ليلى عبد اللطيف أستاذ زياد الشامي على
00961705464777. هذا هو الرقم الوحيد اللي ممكن تتواصلوا فيه مع ليلى عبد اللطيف. قناتي الخاصة اللي هي على اليوتيوب، وأستاذ زياد بنزل أحيانا على الإنستغرام علامة الزرقاء، على التويتر علامة الزرقاء، والتيك توك العلامة الزرقاء، بس ما في ما في غيره. كفي بالتوقعات. تفضل. غليان العالم سيؤدي إلى غليان أسعار أغلب المواد الغذائية وفي كل دول العالم، وأرى أن زراعة الأراضي والإنتاج الزراعي سيشكلان البديل الأقوى لتأمين لقمة العيش وكسب المال بدلاً عن المواد الغذائية وأسعارها الخيالية القادمة. يعني أنا دايماً بنصح اللي عنده شقفة أرض أو اللي عنده يستغلها ويزرعها، لأنه حيجي يوم سنة سنتين ثلاثة الله العليم رح يستفيد، ياخد لأهل بيته ويقدر يبيع المحصول الزراعي. الزراعة هي اللي حتكون نمبر وان بالعالم. نعم. الزراعة هذا شيء مهم، يعني واحد يستفيد من الأراضي اللي عنده. ودائما انت بتذكري يعني من اكثر من مره بتقولي انه الارض حافظوا على الارض واهتموا فيها واهتموا بالزراعه وزرعوها. نعم. قد يشهد العالم ولاده حلف ما بين الصين وروسيا وكوريا الشماليه وايران بسبب بعض الاحداث والتطورات الخطيره القادمه، ومن هنا لا استبعد رؤيه قواعد عسكريه صينيه ما بين ايران وروسيا خلال السنوات القادمه. هلا بال25 بال26 هنشوف قواعد عسكرية منتشرة للصين. هلا بالنسبة لنا بس هيدي تذكير للتوقعات اللي دايما بتعطيها للمدى البعيد. بتذكر هلا رجع نزل توقع عن الخلاف اللي صاير ما بين بين جبران باسيل وكنعان والوزراء والنواب اللبنانيين. يعني هيدي الحلقات من 10 سنين او من 15 سنة، فعم بتكون على المدى البعيد وعم نرجع نشوف. هذا كان مجرد توقع، يعني اكيد في توقع أنا كنت قايلته أنه أحد الأفلام الهندية تثير الجدل ببعض الدول العربية، وهذا صار. هذا كان التوقع 2015 معي بحلقة صورناها على الـ MBC. مهما عملوا مهما سووا لن ينالوا من المملكة العربية السعودية، لأنه أنا عشت فيها سنين وهذا الفيلم منه مزبوط أبدا. أنا بالنسبة لي لنكفي التوقعات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يخسر أو يهزم لا في أوكرانيا ولا غير أوكرانيا، على العكس، لأنني أرى أن الرئيس بوتين سيكون عراب القوى العسكرية الحاسمة وعلى أكثر من صعيد أو مكان. وأقول للرئيس بوتين للمرة الثانية والثالثة، انتبه إلى أمنك وصحتك. احتمالات وقوع الحرب الكبرى بين بعض الدول الرجاء قد تضع العالم على حافة الانهيار الغذائي، مشان هيك عم نقول زراعة المخيف. ومن المحتمل أن تكون هذه الحرب على أبواب السنوات المقبلة، لذلك أرى أن تخزين القمح والرز والسكر وبعض المواد الضرورية هو مصدر الأمان الوحيد في حال وقوع هذه الحرب لا سمح الله. كما أنصح بعض الدول العربية بتخزين ما أمكن من مواد المحروقات على أنواعها، وذلك تحسباً من حصول الأسوأ، لأننا قد نصل إلى حافة الهاوية في السنوات المقبلة. نعم. وإن شاء الله ما يصير شيء. إن شاء الله. أرى لاعب كرة قدم من أصل إيطالي بيقوم ولأول مرة بإنشاء أكبر أكاديمية لكرة القدم في مصر، ومن هذه الأكاديمية بيتخرج لاعب مصري بارز وقد يصبح من أهم المحترفين عالميا في مجال كرة القدم، وسنراه في الصدارة وهو يسير على خطى الأسطورة مارادونا واللاعب المميز محمد صلاح. سنشهد سقوط إحدى الحكومات وبشكل سلمي ما بين نهاية 24 وبداية 25، وهذا السقوط سيأخذ مساحة إعلامية شاسعة ما بين مؤيد ومرحب وما بين رافض ومعارض لهذا السقوط. نعم. بدنا نحكي عن لبنان. أقول ليطمئن الجميع، أنت بتتذكر أنا شو قلت على رأس السنة مع الإعلامي من شان رجع لما سألوني على الحرب، قلت في مناطق منشوف وهذا اللي صار بالجنوب بعد السير أو بالبقاع. صح. ضاحي شوي بالجنوب
وهذا اللي صار. والله يحمي لبنان وجنوب لبنان من كل شر يا رب. أقول ليطمئن الجميع وللرد على أسئلة الناس القلقة والكثير حول الوضع اللبناني القادم، فأعود وأكرر بأنه لا حرب شاملة بإذن الله على لبنان أو على أو من الداخل أو من الخارج. هيك منطمن الشعب اللبناني بإذن الله. بالعكس أنا متفائلة للبنان فينا نقول للسنوات المقبلة أو للأشهر السنة اللي جاية. الساحة اللبنانية الداخلية قادمة على بعض التغيرات المهمة التي ستحمل معها التغيير الكبير في المراكز والوجوه، وذلك من خلال الاتفاق على انتخاب الرئيس الجديد وتأليف حكومة جديدة. وهنا أرى أن دولة الرئيس نبيه بري يكون عراب هذه التغييرات، واسم سليمان بيك فرنجية واللواء البيصري في قلب هذا الحدث. ما تغير توقعي مثل ما قلت من سنوات عن سليمان بيك فرنجية. وهلأ يعني بين سليمان بيك وبين اللواء البيصري بعدني عندي كل اسمين دائما عم تتداولي وما عم تغيري أبدا. حتى شوي الآن من الدولار ما رجع يطلع رجع دولار ممكن يرجع يفز 100,000 وما فوق. هلأ بالأشهر القادمة ممكن 120-130 بس بيرجع يفز الدولار. نشوف من خلال الجهود والمساعي بدنا نحكي عن قطر وغزة. من خلال الجهود والمساعي القطرية خاصة والمصرية عامة، أرى أن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وبداية الهدنة وعملية تبادل الرهائن والأسرة والأسرى قد أصبح قريبا جدا. ولا أستبعد قرار بوقف هذه الحرب نهائيا بعد إتمام صفقة التبادل، وأرى أن المفاوضات والوساطات لن تتوقف حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق عليه جميع الأطراف. وسنرى خلال المرحلة المقبلة مدينة غزة خالية من الجيش من العدو الإسرائيلي حتى الحدود المصرية. وقطر نشوفها عم بتعيد بناء قطاع غزة وأعمارها أفضل ما كانت من قبل الحرب. وقطر ما رح توقف إلا ما تنتهي الحرب بغزة. ورح يقولوا شكرا قطر عن جديد. السعودية رح نشوف ضخامة أعمال وإنتاج هوليوود سينتقل إلى المملكة العربية السعودية من خلال إنتاج عمل سينمائي ضخم يصل إلى العالمية إنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً وتصوير وبشكل غير مسبوق. كما سيتم عرض هذا العمل الفني الكبير في أكبر دول العالم، وسوف يشارك في هذا العمل ممثلين كبار أجانب وعرب، وسيحصد هذا العمل نسبة مشاهدة وملايين إيرادات إذا بدك. كما سيسجل نسبة أرباح خيالية في المملكة العربية السعودية. ومنشوف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله هو بيفتتح هذا العمل الضخم السينمائي. الرئاسة مصر لنشوف شو أنا كنت قايلة في قرار من الرئيس السيسي. الرئاسة المصرية ستصدر قرارا بالعفو عن بعض الأشخاص أو السجناء التابعين لأول مرة لجماعة الإخوان المسلمين والموجودين حاليا داخل السجون المصرية، وهذه المفاجأة الأولى للرئيس السيسي. أما المفاجأة الثانية للرئيس السيسي للشعب المصري فهي تتعلق بالاقتصاد والكهرباء ومياه النيل، وهذه القرارات ستنتشر لارتياح الكبير في الشارع المصري، وسنرى تأييد كبير للرئيس السيسي من الشعب المصري بسبب هذه القرارات المفاجأة والأجواء الشعبية في مصر في نشوفها بحالة فرح بإذن الله. نحكي عن العقارات اللي بيسألوا عنها العالم. أنظار العالم تتجه إلى أسواق العقارات، وسنرى بعض الشركات العقارية والناس تهرع إلى عمليات شراء العقارات وخاصة البيوت
مما سيجعل عمليا العرض والطلب بحالة فوضى عارمة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار جميع مواد البناء وبشكل غير مسبوق، وخاصة بين السعودية ومصر. نعم. ارتفاع الأسعار. أحد رؤساء العالم سنراه للأسف الشديد يدخل في حالة غيبوبة بشكل مفاجئ خلال الأشهر القادمة، وقد يعاني من هذه الغيبوبة لفترة. الدين العلم عند الله، وأنا دائما بقول إنه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه ما منشوفه بفيق من هذه الغيبوبة. كنت حابب شوي احكي شيء عن الذكاء، عن الاي اي، وهو تحديدا الذكاء الاصطناعي. ليلى، اليوم مثل ما حكيت قبل شوي عن التكنولوجيا، في تطور كثير بالتكنولوجيا، صرنا عم نشوف ليلى عبد اللطيف اسمه استنسخه بالنسبه للذكاء الاصطناعي. تحديدا بهذا الموضوع، شو بتعلق ليلى على كل اللي عم بيصير وخاصه بالذكاء الاصطناعي؟ هلا هيدي انا بعد التكنولوجيا، يعني هذا اللي عم بيصير بالعالم. وانا كثير بيدقولي عالم بيقولوا لي ليلى انت لايف على التيك توك او انت لايف، بكون انا لا ما انه مزبوط، لان انا بطلع بس عبر قناتي او بكون نزلي توقع عيلته صار عبر التيك توك او الانستغرام او التويتر. عم بيطلعوا بيشوف بصوتي بتوقعاتي. طبعا هذا هو الذكاء الصناعي. رجاء، شو فينا نعمل قدام التكنولوجيا؟ ما فينا نعمل شيء، فينا نطلع دائما نحكي من الوقت. بدي اقول لك شغله، يعني المهم انه يطلع يقولوا الاخبار المنيحه مش الكاذبه. ما بدنا حدا يطلع يحكي باسمك ليلى، لا بالاصطناعي ولا بال، صح، يحكي باسمي مش هيك. بدي اقول لك شغله، يعني الناس صارت بتعرف الذكاء الاصطناعي من حلقتي لما بكون لايف معك او بكون مع اي اعلامي مثل افضالك. الناس صارت تعرف. نعم. يعني حتى لو في الذكاء الاصطناعي بنتحدانا احنا بالذكاء الطبيعي اللي عم يصير. زي ما حطوا ترامب وهيلاري انه الثاني طلع بيعبطوا 100%. ليلى، كمان انا غير الذكاء الاصطناعي، طبعا الكل بيذكر الخاتم اللي بلبسه انا على طول بايدي، واللي الاحجار الكريمه. فهالحلقه انا هو الخاتم لانه معك، لانه انت عم ترجعي تعملي لي بحل جديد. الحلقه الجايه رح اكون لابسه اذا الله راد. شوي حكينا شوي عن الاحجار الكريمه ليلى. لا، الاحجار الكريمه نحن عم تنطلب بكثره. اوكي. بنقول لهم نحن كثير اسفين على التاخير على التوصيل قد ما فينا، لانه في ضغط عم نوصلها على الوقت. احيانا بيعطوا العنوان غلط، فبقول لهم بليز لازم العنوان يكون مزبوط عشان ما يرجع البريد لعنا ونرجع نرجع القناه. نعم. كل واحد بنعطيه الحجر اللي بيناسبه رجاء لشيء معين. هي الاحجار الكريمه من ايام سيدنا ادم وحواء لليوم موجود الاحجار الكريمه. لكن بس انا بدي احكي عن تجربه، بدي احكي عن تجربه شخصيه. اكيد بدي احكي عن تجربه شخصيه على الحجر تبعي. هلا كثير لانه في ضغط على البرسلي. نعم. عم نعملها بطريقه، في منهم بيطلبوا فيها بدون ذهب، منهم غير ذهب. مشان هيك عم تاخذ شويه وقت وشغل، بس اهم شيء يكون العنوان مزبوط 100%. بتعطي كثير طاقه ايجابيه وكبور. وانا خاتمه امتى رح يرجع؟ انت بتشوف معظم ان شاء الله. انت بتشوف معظم السياسيين ومعظم الكبار كلهم بتلاقيهم بيلبسين احجار. صح. ليلى، كمان بعد بدي افشي السر. شو السر بالعطر اللي عم يتحضر باسم ليلى عبد اللطيف؟ هذا السر. ما بدنا نقول عنه، ما بدنا نفصح عنه هلا. ما بدك تحكي عنه بهيدي الحلقه. هو في عطر نعم جاي، لكن هذا السر. خلي السر خلاص. بس انا لانه ما كان لازم يمكن احكي، بس انا حكيت الحق زياد ما لازم يخبرني شيء لإلي. لا لا، وقته لبعدين، وقته كل شيء. وقته حلو رجع. نعم. اوكي، خلينا نكفي لك اذن ليلى شوي توقعات، برجع شوي في عندي اكثر من شغله بدي احكي. حيكسر الدنيا العطر. حابه نحكي عنه ام نخليه؟ في عندي اشياء، بس اذا عندك توقعات خلينا نكفيهم. للاسف لا ازال ارى وقوع المزيد، للاسف الشديد، من ما كنت حابه اقولها التوقع، من الزلازل وخاصه الهزات القويه التي تثير حالات من الخوف والهلع من تركيا الى البقاع، مرورا بالاردن وسوريا وفلسطين المحتله. والله يحمي الجميع. امين امين يا رب. الجميع. وان شاء الله ما يصير شيء. نحن ما بنتمنى الا كل الخير للعالم. وباء جديد وقاتل سنراه يغزو الهند، وقد ينتشر ما بين باكستان وأفغانستان، ولا أستبعد أن يكون البقر بالهند هو مصدر هذا الوباء الجديد أو نوع آخر من الحيوانات للأسف. نعم.
الأجواء المناخية ستثير الرعب في منطقة البحر المتوسط، وسنرى حصول عواصف مدمرة تؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية لم يسبق أن شاهدها حوض البحر المتوسط من قبل. حالة من الترقب والحذر سوف تسيطر على بحر الصين، وكل عدسات الإعلام ستقوم ببث مباشر اللي عم بيجري ببحر الصين خلال المرحلة المقبلة. وأرى أن التطورات قد تكون في غاية الأهمية، ومواقف وخطوات الصين واليابان هي التي ستقرر مدى خطورة التصعيد أو الوضع القادم على بحر الصين للأسف. نعم، هيدي فإذن توقعاتنا ليلى عبد اللطيف لهيدي الحلقة. قبل ما نختم ليلى الحلقة بدي أقول الاشتراك القديم متوقف. نعم. شو السبب؟ واللي كان مع اللي عنده اشتراك كيف ممكن يرجع؟ في اشتراكات جديدة رح تنعمل؟ وقفنا الاشتراكات يمكن قبل شهر ونص شهرين رجع، لأنه صار في ضغط كتير وكميات هائلة، كثافة مشتركين، وبدنا نلحق كنا نرد على كل الناس، لأنه صار يقولوا أنه تأخرتوا علينا بالرد، وهيك كان في كمية كبيرة من المشتركين، قلنا تنلحق للكل مشان هيك. بس اكيد رح يكون في اشتراك جديد في اشتراكات جديده. نعم، هو تقريبا شهر 11 بنبتدي فيها. نعم، بس حسب ما عرفت رح يكون في ليلى توقعات يوميه بالاشتراك الجديد. صحيح، يعني انت بتبعت بياناتك والاسم الكامل والعمر، بيجيك كل يوم توقع على مدار في اشتراك شهري. يعني كل حدا حسب ما هو مشترك رح يكون التوقعات. فإذا الاشتراكات الجديدة رح تبلش بشهر نوفمبر أو بشهر 11 تحديدا، لكل اللي بحب إنه يشترك أكيد من خلال توقعات يومية. كل واحد حسب اسمه شو بيجي توقع لمدة 365 يوم أو لمدة 30 يوم أو 29 يوم حسب الشهر اللي بيكون، اللي مشترك شهري أو اللي مشترك سنة. فإذا هيدي حلقتنا ليلى، بس قبل بعرف إنه بدي أقول لك رح تصيري تاتا عن جديد. هلا تاتا كمان عن جديد. بس أنت مسافرة وين عندك سفر هيدي الفترة؟ بس غير بعرف رايحة على المملكة العربية السعودية. أنا عرياض لعن فهد، لأنه زوجته بدها تولد إن شاء الله بعد أسبوع. الله يخلي لك هالعائلة العائلة الحلوة والله يزيدها يا رب. فرح تكون زيارتك عائلية. عائلية. أنا كتير بعشق الرياض أصلاً. نعم. بحب الرياض كتير. رح تعزميني على نفس المطعم تغدينا فيه قبل مرة؟ السدة. إيه. رح نرجع نروح عليه. بعدني ذاكر. رح نرجع بس نروح توعديني نرجع نروح عليه. أنا أصلاً كل ما أروح الرياض لازم أروح زور مطعم السدة. نعم. أو أطلب أكل من مطعم السدة لأنه أكله ما بيتفوت. هو كل المطاعم أكله طيب، السدة مميز. أنا لأنه بتعرفي علق براسي هيدا المطعم السدة تحديداً، فبس روح هالمرة إذا طولتي ورح ألحقك. مصر كتير بحب أكل مطعم قصر الكبابجي. قصر الكبابجي. حيفتح بالرياض كمان. رح يلحقوك، يعني رح يلحقوك على الرياض. ليلى عبد اللطيف بدي اقول لك ان شاء الله بتكون حلقه عند حسن ظن كل اللي بحبوك، واكيد حلقات جديده عبر قناه ليلى عبد اللطيف الرسميه على اليوتيوب. شكرا لكل اللي تابعونا. الى اللقاء. قبل ما تقول الى اللقاء بدي اقول شكرا لكل العالم اللي سالوا عني بعد ما قالوا انه انخطفت. بدي اشكركم على تعاطفكم معي، وأنا ما تصدقوا كل شيء بينقال هذه السوشيال ميديا. شكراً لكم.